مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. صاحبنا اليوم عبد الله فلاتة وتركي الغامدي ومعنا من الرياض محمد العنزي. الأخضر وصل هانوي لمقابلة فيتنام الثلاثاء بعد 10 ساعات طيران. الفيصل يجتمع مع وفد أسيوي، القيادة تدعمنا لحدث استثنائي بالقارة. السعودية تبني وتجدد 5 ملاعب في ملف استضافة كأس آسيا 2027. تحديد المستضيف أبريل المقبل ومنافسين الثلاثة قطر وإيران والهند. قبل 11 يوما من نهائي آسيا، الهلال يجهز ياسر الشهراني مع هيون. المكتب التنفيذي الأسيوي يجتمع بالبحرين قبل نهائي الرياض الكبير. بوهانغ في الرياض الأربعاء المقبل والسانغ يلحق بهم من الدوحة. القرني يغيب عن الشباب أمام الفيصل والرائد ويعود آخر ديسمبر. العدالة يحلق في صدارة الأولى، الوحدة تحاول والقادسية منهار. منتخب عظيم ومنتخب يبيض الوجه ويرفع الراس بصراحه. يا اخي ايش حاله الايجابيه اللي احنا عايشين فيها؟ النتائج العاده نكد النتائج. يعني لا النتائج ابو بدر العاده نكد وسلبيه في بعض الاعلاميين، طبعا مش محمد العنزي طبعا اكيد، بعض الاعلاميين يبون خسائر للمنتخب عشان يبتدي يجلدون، عارف؟ يحبون الازمات، يحبون الازمات. الحمد لله ابو لما ما له في الموضوع. لا محشومه ابو لما بالعكس. الله يسلمك. المنتخب بصراحه اسكت لا ينط علينا الحين، يجينا من الويند كل حق له. شكرا لكم. سؤال اخير بس، مشاهد يقول يا ابو بدر سلم لي على العنزي وقول له وش صار على احتجاج النصر على بيروزي وفيكم شده تلعبون معنا النهائي؟ لما يقول لي ايش صار على احتجاج ابو 111 صفحه هذاك الحين اقول له وش صار في احتجاج النصر. شكرا لكم، بكرة موعد آخر، تصبحوا على خير. سيد على هاشتاغ يقول سؤال بريء، من زود الهلال بالوثائق التي تدعم موقفه والتي لم تستطع باقي الأندية إثباتها؟ ما في الطائي الوحيد اللي احتج، الأندية الأخرى ما احتاجت الإثبات، بس يعني الصيغة يا عايد يعني أعطيك إجابة بريئة أكثر، ربما تكون الأجهزة القانونية في داخل نادي الهلال أكثر كفاءة من أندية أخرى. بريء ببريء. في رأيكم من هي أنجح إدارة نادي في دوري 2022 حتى الآن بعد مرور ثلث المسابقة؟ راح 11 جولة يعني تقريبا الثلث. في رأيكم من هي أنجح إدارة في هذا الدوري حتى الآن من بين هذه الأندية؟ الاتحاد، الشباب، ضمك، الهلال. احنا أخذنا الأربعة اللي في المقدمة في الترتيب لأنه يعني نجاح الإدارة مرتبط بنجاح النتائج، ما أقدر أخذ واحد ترتيبه متأخر وأقول إيش أنه لا إدارة ناجحة. المعيار الأخير هو نتائج الفريق، وإحنا نتكلم عن الدوري ما نتكلم عن الأنشطة الرياضية الأخرى. فهل هو الاتحاد ولا الشباب ولا ضمك ولا الهلال؟ أخذ كذا تعليقات لاسلكية من ضيوفنا. عبد الله فلاتة تختار مين وليه؟ والله إدارة ضمك الصراحة نقلة نوعية غير عادية، فريق كان في المؤخرة أصبح يتصدر وينافس في المقدمة. طيب تركي الغامدي. ضمك بدون شك يعني وبدون أي مجاملة لأي طرف، العمل الكبير من الأستاذ صالح بن خاع وتحويل نقل طموحات أنصار الفريق من بحث عن الابتعاد عن خطر الهروب إلى بحث وطمع في الصدارة، هذا شيء يحسب له، مع الأخذ بالاعتبار مسألة أنه بأقل الإمكانيات المادية. محمد العنزي بيختار يا الشباب يا الهلال، تفضل أبو لمش تختار. وليد الفراج. ضمك أكيد بكل تأكيد، رغم أنه الحكم مبكر أبو بدر لأنه الأعمال في خواتيمها، دائما النتائج هي من تحدد الأفضلية وتحدد هذا، ولكن هذا لا يلغي إطلاقا الأستاذ صالح بن خاع وإدارته قدموا عمل كبير بإمكانيات بسيطة وأثبتوا أنه
للأمانة قادرين على قيادة هذا النادي بشكل جميل وبشكل احترافي، ونرفع لهم العقال على ما يقدمونه، ولكن نهاية الموسم هي أهم. في نهاية الأمر يجب أن يستمر ضمك، إذا ما استمر لا عندهم مشكلة. يعني أنا ممكن أختلف معك في موضوع أنه بطولة الدوري لها نادي واحد هو اللي بيأخذ البطولة، بس مش معقول أن 15 نادي يكون فشلوا. لكن النادي اللي يقدر يعيش جمهوره لحظات جميلة، مباريات جميلة، انتصارات قوية، يعني مثلا أنا خليني أخذ أني رئيس ضمك، والله إذا قدرت أني أفوز على الهلال والنصر في أبها، وأفوز على واحد يا الاتحاد يا الأهلي في جدة، وعيش جمهوري بعشرة 12 انتصار في الدوري مع 6-7 تعادلات، ها أنا أعتقد أني عملت موسم ناجح وموسم جميل وانبسط فيه الجمهور. وتلاحظ أنه دائما الثلث الأخير من الدوري الأندية الجماهيرية جمهورها على طول يحبط، لأنه يا يأخذ البطولة يا الدوري ما ينفعه، البقية لا، مركز متقدم، نتائج جميلة، انتصارات، يعني الأهلي لو فاز على الاتحاد رايح جاي في الدوري، وهزم الهلال وهزم النصر وهزم الشباب، لو مباراة الوحدة لو سوى 5-6 مباريات كبيرة بالنسبة للمشجع عادة تعيش أيام جميلة. لكن يظل المعيار الرئيسي اللي تفضلت فيه اللي هو البطولة في الأخير. خلينا نشوف. حياكم الله من جديد، يستمر حوارنا في أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ورحب أيضا بمشاهدينا عبر تطبيق شاهد. مشاهد يقول دام المنتخب قوي خلينا نفرض سيطرتنا وقوتنا عربيا، وقف الدوري وفرض نفسك هنا وهناك. وجهة نظر، برضو وجهة نظر. المشاهد يقول ليش ما تتكلمون عن ما حصل مع اللاعب حمدي النقاز واستدعائه الذي يشكل خرقا للوائح والقوانين، ولا حبيب قلبك ما تقدر تقول عليه غلطان؟ شوف شوف أخوي علي، موضوع حمدي النقاز بس، أنت تسجيلك للاعب سليم ليش خايف؟ سؤال. أنا ماني عارف، لاحظت كلام الأيام الماضية ليش يطلب النقاز؟ يا أخي أنت مسوي شيء غلط، أنت ليش خايف؟ إذا أنت سليم ما عندك مشكلة، يروح اللاعب مرة مرتين ثلاثة. هل في هناك اتفاقية بين الأهلي السعودي والزمالك المصري تم الاتفاق فيه على التسجيل؟ ما في. إذا فيه هذا موضوع ثاني. هل اللاعب التصريحات اللي قالها اللاعب هل هناك اتفاق سري بين الأهلي السعودي والزمالك المصري؟ إذا فيه هذا موضوع ثاني. إذا ما في أنت ليش قلقان؟ لا أنت خرقت اللوائح، معليش اترك عنك الحين موضوع اللوائح وما اللوائح. إذا في شبهة لشيء بالعكس ظهور الحقيقة جيدة، يعني إذا ثبت أنه إجراء الأهلي سليم يستحق عقبها اعتذار من الناس اللي اتهموه، الناس اللي أساءوا له، الهلال اللي بيصير طقطقة على هالموضوع عشان الاحتجاج اللي أنت داخل فيه. أبذكركم في ناس يقولون ليش احتجاج الأهلي، يعني احتجاج الهلال على الأهلي تم التجاوب معه، واحتجاج الطائي على الأهلي ليش ما تجاوب عليه؟ أبذكركم بتصريح الأستاذ تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي لما تقدموا بالاحتجاج ولا كملوا الإجراءات، ولجنة الانضباط الآن نظامها ترد حتى لو ما كملت لازم تبين عشان ما تترك مجال للجمهور اللي يقعد يعيش فكرة المؤامرة. خلينا نشوف تركي الضبعان إيش قال لمراسلنا في حايل محمد الشامي، سطام الشمري عذرا مراسل البرنامج في حايل، سأل على النقطة هذه وجاوب الرجل إجابة واضحة. بعده حنا بحثنا الموضوع على أساس عندنا معلومات قوية، لما شفنا ما في بينات عندنا بيدينا، ولا قد تكون البينات مثل اللي نشوف باللقاءات الإعلامية اللي مسؤولين الزمالك وغيره، وأنه يفصلون حتى كم حصة اللاعب وكم حصة نادي الزمالك، لكن لما يصير ما عندك بينات ما يحتاج أنك تدخل بمهاترات. يمكن قال أحد الأخوان يقول فرقة إعلامية أو أي، وهي ما هي فرقة، إحنا يوم قدموا صادقين، لكن عاد بعدين ما عندنا ما في بينات، لكن القاضي ما يحكم بعلمه، يحكم بما بين يديه من بينات، ما عندنا بينات، ما عندنا عقود، العقود إي ما إذا ما كان بين يديك شيء قوي ما ليش تقدم؟ يعني بس وتبي تشغل المسؤولين أو تبي تشغل نفسك؟ لا إحنا يوم بالبداية إحنا خذينا فرصة قدمنا عشان ما نندم. بعد ما قدمنا بحثنا الإثباتات ما حصلنا إلين آخر ساعي، لما جاء آخر ساعي ما عندنا الإثباتات خلصنا. كانت عندكم ما كانت من مصادر موثوقة من البداية؟ من مصادر أنت يمكن عندك بينات كثيرة إنها موضوع، وتدري شلون جاء النقاز شلون نقز الأهلي
صحيح والله، لكن عندك شيء بيدك ما هو عندك. عقود بين ناديين ما تقدر تدخل دهاليز الناديين وتاخذ العقود اللي به اذا كان هناك شيء. ولذلك انا اللي اقوله يعني ما كان ما بدينا ابو حنا نبي هزيمه متوقعه بدوري، لكن حنا بدينا على اساس لو كان في اثبات ما نندم نقول ضيعنا فرصه 48 ساعه. هذا هو كان الامر. شكرا لكم، بكره موعد اخر، تصبحوا على خير.